يا مساء الورد والفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو النهارده عايزه اشارككم بيه بهدايا اللي جات لي في عيد ميلادي 2022. انا كل سنه بعمل فيديو بالهدايا اللي جات لي عشان خاطر تبقى ذكرى بيني وبين اهلي اللي بيهدوني هدايا حلوه، ربنا يخليهم ليا يا رب ويخلينا دايما مع بعض. السنه دي كان عيد ميلادي مميز جدا عشان في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانا طيبه. فكان مميز جدا واحتفلنا بيه، وكان يوم مميز برضو. فبس فحابة اشكر كل اللي هدوني الهدايا الحلوة ديت، بجد بشكرهم جدا. ويلا بينا نبتدي مع بعض. اول هدية حابة هبتدي بيها دي الهدية جات لي قبل عيد ميلادي بشوية، بس انا بحبها البلورة دي، انا بحبها قوي وبتعمل موسيقى حلوة كده. كان نفسي فيها بصراحة وجوزي جابها لي. انا بحبها جدا. هفرجكم على تاني هدية. دوت الهدية دي فيها برفين سي، وكان ريحته حلوة قوي برضو، عجبني قوي. والحمام كريم فاتيكا ده، والغسول غسول نيتروجينا طبعا كلنا عارفينه، انا بحبه جدا. من الهدايا الجميله برضو، وسعره غالي مش رخيص، فحلوه قوي وعجبني. وهم اصلا كمان عارفين يعني ان انا شويه بحب الحاجات دي. ودي برضو الهديه دي التيشيرت لونه حلو قوي برضو. ده تيشيرت، رأيكم فيه؟ هو شكله حلو قوي، التيشيرت ده جميل، خامته حلوة جدا. برضو عايزة اوريكم الهاند بلندر الجميل دوت، جوزي برضو جابهولي مع البلورة ديت، بجد شكرا ليه جدا. يعني هو قال اللي احنا في رمضان وكده وبنعمل عصاير على طول وحاجات بنستخدم الخلاط كتير، فجاب لي حاجة تساعد يعني ايه عشان ما نهلكش الخلاط قوي، فجاب لي الهاند بلندر برضو، حلوة قوي وهدية حلوة قوي، شكرا ليه. بيعمل العصاير بطريقة بسرعة سريع وكده، فهو عجبني قوي بصراحة. وماركة ميديا تيك دي حلوة برضو كويسة اهو، وفي زرار امان. عامله لكم جنب جو رومانسي بقى وموسيقى بقى وحاجات، فايه عشان ما تملوش من الفيديو وما تزهقوش. نشوفوا برضو الهدية دي فيها ايه. ده تي شيرت برضو اختي جابته لي، نهله بشكرها كتير، ذوق حلو وشكله حلو ورقيق. التيشيرت كده شكله حلو اهو جدا وسادة، انا بحب الحاجات السادة بصراحة، هي عارفة، فشكله حلو قوي ولذيذ. نشوفه دي كمان، اوف هنا ده لا ده فستان تقريبا كده، دريس شكله حلو قوي، بصوا شكله حلو ازاي والوانته حلوه، فستان شكله حلو قوي للصيف.
شكرا قوي. تعالوا بقى اوريكم كمان الهديه الكبيره اللي انا سبتها في الاخر. ده عباره عن طبعا يعني ايه، انا عندي اطباق كتير جدا يعني، بس ايه في كتير منها ان اتكسر واتدشدش مني، اصل انا كل شويه ايه، فهمسكه لكم كده احسن عشان يبان. كل شويه بيتكسر مني طبق وبيتكسر مني يعني ازاز وكده، فهي ماما بقى حبت تجيب لي حاجه بحيث اللي هي لو يعني ما تتكسرش مني قوي وفي نفس الوقت شكلها حلو قوي، وبصراحه عجبني قوي. ده طقم بصوا 38 قطعه، هي بتشورني من اول وجديد، فشكله حلو قوي بصراحه، عجبني قوي. فيه كل المقاسات بتاعه الاطباق، ده الحجم اللي هو الكبير شويه، ده برضو كبير، ودي اطباق يعني كده. في برضو الاطباق الصغنونه دي، انا عيالي اول ما شافوها فكروها لعبه يعني يلعبوا بيها، فطقم مطبخ، هم فكروه طقم مطبخ لعبه، فانا خدت وقلت لهم لا ده مش بتاعكم. هو شكله فعلا اطفالي كده شويه، وبنيتي كمان عشان لونه بينك، فشكله حلو قوي. ده برضو الطبق كده عليه العويض، مش عارفه امسك يعني، انا اصلا من النوع اللي ايديا بيقع منها الاطباق بصراحه يعني، في ايدين كده سمعت ان ممكن يعني في ايدين معينه كده بتكسر، مش عارفه المعلومه دي حقيقه ولا لا، بس انا كده قوي بصراحه يعني، اتكسر مني حاجات ياما جدا. بصوا شكله لطيف ازاي. شكله حلو جدا، هو يتحط ديكور في المطبخ يعني، مش يتغرف فيه بصراحة. وفي برضه من الكبير شكله حلو قوي، ده طقم كده شكله حلو قوي برضه، ممكن للصراحة، او شكله حلو جدا. لسه مش عارفه هحطه فين، بفكر احطه في النيل، بس ماما جايبهولي يعني عشان خاطر استخدمه، بس انا عايزاه يعني شكله كده حلو، ف خايفه برده يتكسر مني. ده الطقم بتاعه، هو فيه كل الاشكال بتاعه الاطباق، صغير من صغير قوي لاكبر حاجه، فحلوين جدا بصراحه. وده برده الحجم بتاعه بتاع الجاتو، طقم الجاتو كده برضو شكله حلو قوي، فهي ربنا يخليها ليا ماما يعني، بتشوف دايما انا محتاجه ايه وبتجيبهولي. عايزاكم برضو تدعوا لها معايا ان هي ربنا يخليها ليا ويقويها علينا يا رب، دايما بتشغل بالها بينا جدا وبتحاول تفرحنا على قد ما تقدر، فربنا يا رب يخليها لينا ويبارك في صحتها وفي عمرها، ويخلي لكم امهاتكم كلكم يا رب. دلوقتي هوريكم هدايا انا جايباها لنفسي عادي، انا بجيب لنفسي هدايا عادي جدا، بشوف حاجة لما بتعجبني بجيبها، وفي نفس الوقت بتنفع في البيت وكده، البيت مش بيخلص من الحاجات اللي احنا محتاجينها. ده طقم الكاسات او كوبايات، عجبني قوي شكله حلو لرمضان، وده كان 3 براويز عليهم عرض، كان شكلهم وسعرهم حلو قوي على فكرة يعني، 3 براويز مع بعض كده عطوا ديكور للحيطة علقتهم، كانوا شكلهم حلو قوي، وكمان كنت أداري بيه لو في خدش في الحيطة أو حاجة فداريت بيه برضو، كان شكله حلو. وانا بتفرج على الفوانيس السنة دي اللي نازلة جديدة، عجبني شكل الفانوس ده، شكله رقيق قوي كده، معمول بالشمع وبيتحط جواه شمعة كديكور كده، بجد شكلها زي الحقيقي، عجبني قوي وبيدي اضاءة حلوة. دي الهدايا اللي انا جبتها لنفسي، يا رب تكون عجبتكم، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. في نهاية الفيديو عايزة اقول لكم يا رب يكون فيديو النهاردة بسيط وعجبكم، واستمتعتوا معايا بالبلورة بتاعتي الحلوة دي،
كل سنة بقى زي ما قلت لكم كده، اللي انا بحب اعمل فيديو اشكر فيه كل اللي هدوني الهدايا الحلوة، فبحب اشكرهم من خلال الفيديو اللي انا بعمله ده. فشكرا ليكم وربنا يخليكم ليا يا رب، وكل سنة وكلنا طيبين، اشوفكم بخير. الفيديو الجاي استنوني فيديو جديد مع قناة نرمينا، ما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك والكومنت الحلو لو عجبك الفيديو. اشوفكم بألف خير ومع السلامة.